كويس كويسة، أعرف إن أنا تجايبها كويس. قبل ما تفتحوا الفيديو، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واللي عنده المرارة اللي الدنيا حاطة عليه، متفرجش على الفيديو، متفرجش على الفيديو خالص، هتتعب. في نماذج حلوة في الفيديو، بس في نماذج. يلا بينا نبدأ، يلا نبص. ايه ده؟ بصي، انا هقولك حاجة واحدة بس. ايه البنطلون ده؟ انا اختي الصغيرة بقالها ساعتين بتدور على البنطلون. ليه تاخدي بنطلونها وهي ليه راحة اولى ابتدائي يعني؟ ليه؟ خدتي بنطلونها ليه؟ ارجعي لها البنطلون لو سمحتي. ده هي ليكون الكوتش كمان بتاعها. استني ما اسألها. يا ساوس، الكوتش بتاعك فين يا ساوس؟ حرام عليكم، بتعملوا كده ليه؟ واخدة بنطلون اختك الصغيرة تصوري بيه ليه؟ روحي يا ماما هاتي بنطلون على مقاسك وتيشيرت كبير على مقاسك حبيبتي. كده مينفعش، مينفعش. الصفرا، احلى مسا عليك يا صفرا يا اللي شاغله بالك بيه. اعمل مش اعمل برضه اللي في دماغك، اخليك تموت بحسرتك. 10 بيبس. انا اول مره في حياتي بصراحه بصراحه ينصح اشوف صفحه بتكلم نفسها. ثاني صفحه، هو انت بصه في المرايه حبيبتي بتتكلمي مع نفسك؟ جننتي خلاص كلمتي نفسك؟ مين الصفحه؟ مش عارفه. تعشى بالبيت، تعشى بالبيت يا صفرة. فين الصفرة؟ صفرة واقفة قدام نت كان شايفين صفرة طيرة والله. يا حبيبتي روحي ربنا يهديك. على سلامتكم الناس الكل، انا احب نقول لكم ان انا عندي مشكله كبيره ومش عارفه كيفاش نتصرف فيها. كل يوم نخرج نهز معايا فلوسي، ها انا نروح هما وهي ما يروحوش، مش عارفه وين قاعدين يمشي، والحال الميل هذا ما يعجبنيش. زعما شنو الحل؟ قولوا لي كيفاش نتصرف. انا كنت بفكر في الموضوع ده من شويه، بس انا خوف حبيبتي. هو التليفون عندك مفيش غير الفلتر ده؟ دوري كده على فلتر تاني كده. ليه 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 الرعب ده؟ ليه انا اشوف ده قبل منين؟ إيه؟ حرام عليك. طب اختي الصغيرة لو شافتك يعني تعمل ايه؟ ننام احنا ازاي؟ ذنبنا في رقبتك في قلة النوم اللي مش هننامه ده. ليه عملت كده؟ ليه؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ انا ببص الفيديو عملت كده، عملت كده. ساعات حرام عليكم. اتقت ات منتو ات جندر ماي هورتك. اتقت ات منتو ات جندر ماي هورتك. انت شو وجهك؟ ما هو والله وسط اللي احنا عايشين فيه ده لازم يبقى جندر مورتو على البامبرز. ودي من الحاجات اللذيذة والله في زماننا ده. لازم نعمل ايه يعني؟ منكرين نجيب بامبرز ونجيب حليب ونغير ونرضع وننظف ونطبخ ونغسل. معلش معلش، انا عمال اعمل لك كده كده كده، انت مش فاهم اي حاجه. واقف زي اللق. هو لازم ما يفهمش، عارفه هو لازم ما يفهمش. وانا كمان ما فهمتش، محدش فاهم. بس هما مش بيبصوا بتعملي كده على ايه، عارفه؟ بص على حاجات تانيه. عيب عيب، احترمي نفسك وهم هيفهموا انت بتقولي ايه. انما هبصوا، بصوا على ايه؟ طب بص على انت وهي. ازاي؟ ازاي؟ تعيش على كوكب تاني؟
جاي من كوكب زحل. ما هو عارف يعني احنا بنحط طبقة دي طبقة واحدة. عايز كل ده ازاي؟ حاجات كده في النص تبقى حلوة. الحلقة الجاية استنوني.